السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل الحديث في الميديكال جينيتكس إن شاء الله، محاضرة جديدة. تحدثنا المرة الماضية على بعض من الكومبلكسيتيز اللي ممكن تأثر على المود اوف انهيرتنس بالنسبة لمندلز لو، بمعنى انه في عندنا اشياء ممكن تأثر على السنجل جين ديس اوردر، وهذه الكومبلكسيتي كانت في عدة أوجه، منها بنترانس نان بنترانس اللي هي بالنسبة لموضوع الموزايكزم انتسيبيشن وهلما جرى. بعد هيك تحدثنا على موضوع البيديجري، انه احنا في عنا لابد يكون في عملية الدراسة بتاعت الانهيرتنس، لابد يكون في عنا اللي هو وجود بيديجري من خلالها بنقدر احنا نتحدث على طبيعة الانهيرتنس الموجودة عندنا. وطبعا كان في هناك حكي على بعض من الفاكتورز اللي بتأثر على البيديجري بشكل عام، تحدثنا عنهم وتحدثنا بأنه كيف علاقة الانفايرومنت ممكن تحصل في تأثير على الجينيتك ماتيريال، وممكن تكون الانفايرومنتال هي عبارة عن عامل الانهيرتنس، عفوا عامل في وجود الديزيز ريدر دان جينيتك انيرتنس. بالاضافه كمان تحدثنا على عده انواع من الكومبلكسيتي او بعض من التفاصيل او بعض من الديسكريبشن لشغلات زي الابستاسيس، تحدثنا عن الامبرينتنج، تحدثنا على الامبرينتنج والابستاسيس، وكذلك تحدثنا عن الانتسيبيشن زي ما ذكرت. خلينا إن شاء الله نتحدث الآن على البيديجري أو الدياجرامز اللي ممكن أو عبارة عن سيمبولز بتمثل كل كاركتر من الكاركترز اللي أمامنا، اللي هي يعني توصيف للبيديجري الموجود عندنا. فجنرالي الدياجرام الموجود اللي إحنا بنشوفه في موضوع الانهيريتنس، قلنا لابد يكون في عنا توصيف من خلال more than one generation، يعني يكون عندي generation 1 2 والأصل يكون في عندي 3 generation عشان نقدر نحكم على طبيعة الانهيريتنس الموجود عنا. فهنا هذا الباب لابد يكون في عنا diagrams، والdiagrams هذه اللي احنا بنشوفها بتحدد لي طبيعة biological relationship ما بين الأشخاص، وكان بين المصابين، بين أفراد العائلة الموجودين، سواء كان أخ أخت وهلم ما جرى. فبيجي بيقول لي عندما يعني تطلع على التوصيف في الوجود اللي هي البيديجري، بيكون عندك اللي هي شكل بهذا الشكل السكوير، تمام، موجود عندنا. هذا الشكل بيمثل ميل، طبعا في عندنا السيركولار عبارة عن فيميل، في عندنا هنا زي الترينج بالمعنى صح هذا شكل المعين، بيقول لي هذا الشكل عبارة عن اللي هو 6 unspecified، يعني احنا مش عارفينه هذا عبارة عن ميل او فيميل in general. اذا لو كان عندي بالشكل هذا بيعطيني اللي هو هذا التعريف. A number of children of 6 indicated، يعني انت زي ما ذكرت في عنا اللي هو generation واحد مثلا، في عنا number 1، في 2 3 4 5 اهلهم مجرة، فهي عبارة عن numbers. بعض أحيان بيجي بعطيك اللي هو نوع من الشادو موجود على السيركل أو على السكوير الموجود عندي، تمام، هذا بدل على أنه هؤلاء الناس already affected مصابين، تمام. اللي بعدهم non-bentrans carrier may manifest disease، يعني إيش بيقول لي؟ بيقول لي هذا التوصيف بالشكل هذا بيقول لك أنه أنت مش شايف عندك clinical picture، هذول الناس في الأصل عندهم الجينيتك بروبلم موجودة، ولكن هم عبارة عن نون بنترانس، حاملين المشكلة الجينية ولكن ما صارش هناك manifestation very well للديزيز. وإحنا فهمنا موضوع البنترانس، قلنا يعني في عنا ديجري في موضوع انتقال أو ظهور عفوا السيمتومز أو الكلينيكال بيكتشر عند المريض. في عنا شكل آخر اسمه obligate carrier will not manifest disease. إيش يعني obligate carrier؟ obligate carrier يعني بيجي بيقول لي انه هؤلاء الناس في عندهم مشكلة، تمام، موجودة، ولكن اكيد هذا الكلام عندهم مشكلة موجودة obligatory، لكن ما فيش هناك عندي ديزيز فيهم، يعني ممكن يكون عبارة عن حاملين لا البروبلم، زي موضوع الاوتوسومال
ريسيسيف، انه ممكن يكون انا كارير حامل لجينيتك ماتيريال بروبلم على واحد من الاليلز، فانا بكون عباره عن نان او بلجيتك انا حامل الديزي المرض، ولكن ما فيش عندي الساعة كلينيكال بيكتشر. عندنا هنا بروباند، يعني انا متلاقي واحد بالشكل هذا، طبعا نعرف انه هذا الانسان اللي بروباند اللي نحكي عنه. عندنا صورة أخرى، هذا اسمه diseased individual. عندما ترى سواء كان circular أو ترى عندك اللي هو هذا السكوير الموجود عندي، اعرف أنه أنا في عندي diseased individual، يعني ناس بكونوا ماتوا في العائلة، وهذا الكلام بيحدد وبعطيني إشعار إيش طبيعة الناس اللي ماتوا قديش وهلوم ما جرى في هذا الموضوع، حيعطي طبعا مساعدة في هذا الجانب. اللي بعده ستيل بيرت، يعني ناس بيكونوا ولدوا طبعا او نزلوا ميتين من اللي هو كولاده، تمام، بسموهم ستيل بيرت، وهذول ميتين تحس انه بياخذوا اللي هو سكوير بالشكل هذا، تمام، وبكون عندنا الخط هذا بيعطي اشعار انه هذول الناس ولدوا ميتين. في عندنا كمان كاركتر اخر ادوبتد انتو فاميلي، ايش يعني؟ اذا بتلاحظ سواء كان السكوير عندك او سواء كان سيركولر في هذا الجانب، تمام، بكون في عندنا خط متقطع واصل من فوق بقول لك انه اعرف انه هذا الشخص الموجود في هذه العائله هو شخص متبنى، شخص متبنى جاي من خارج العائله، تمام، خارج جاي من خارج ايش العائله، واجا في العائله وصار له نوع من التبني. الصوره اللي تحت سواء كان سيركولر او سواء كان سكوير، لكن في عندي هنا اللاين هو عباره عن سوليد، يعني مش عباره عن دوتس زي ما احنا شايفين هنا، هذا بدل على انه هذا الشخص سواء كان فيميل او ميل دي ار ادوبتد اوت اوف ا فاميلي، يعني في ناس طلعوا من العائله وراح لهم صار في تبني او راحوا لعائلات اخرى اند سو اون. فهذا الكلام بدك تحطه في الاعتبار في هذا الموضوع. على الجانب الثاني طبعا عندنا، خلينا نطلع على السطر الاخر. السطر الاخر بقول لي هذا عباره عن صوره، عندما ترى ميل فيميل أعرف أنه في عندنا صار هناك مرج بهذا الخط الموجود بينهم. اللي بعده divorced، إيش يعني؟ أنه والله الميل والفيميل طبعا صار لهم مرج، لكن بعدك صار في نوع من صار في طلاق. consanguinity بقول لك أنه هذا الست والراجل عندهم صلة قرابة، فهذا الأساس خطين بيعطي إشعار بهذا الموضوع، وهذا كله بيعطي دلالات عندما تدرس الأمراض، بيعطي دلالات في هذا الموضوع. اللي بعده هو عبارة عن مونوزايجوت توينز، يعني هدول عبارة عن اثنين جايين من بويضة واحدة، سواء كان ميل ميل أو فيميل فيميل، هم عبارة عن إيش؟ عبارة عن مونوزايجوت توينز. التنين عبارة اللي تحتيهم عبارة عن دايزايجوت توينز، إيش يعني؟ إنه في عندك تو إكس كل واحدة صار لها عملية فيرتلايزيشن بسبير مختلف، تمام؟ اللي هو هذا الأمر، أوكي؟ دايزايجوت إيش؟ التوينز موجود عندنا. اللي بعده طبعا عبارة عن twins of unknown zygote، يعني ايش يعني؟ هدول عبارة عن twins لكن انت شوية مش قادر تحكم هل هم عبارة عن identical نوعا ما or not identical، جايين من بويضة واحدة، تمام، مش جايين من بويضة واحدة، فشوية بكون في confusing نوعا ما. فالمهم شوية على هذا الأساس questionable، تمام، صار في عنا إيش وجود question، تمام. عنا تحت هنا صورة البيدجري، احنا قلنا البيدجري دائما احنا بنتعامل معها من خلال generation، هاي generation طلع هنا بالبول الخط العريض أحمر 1 2، عنا generation 2 1 2 3، generation 3 4 5 7 معها no problem، اللي هو عبارة عن generations موجودة عنا. الصورة اللي بعد هنا miscarriage، تمام، انه صار في عندنا نوع من اللي هو miscarriage، صار في هناك تنزيل للبيبي، صار في عندنا نوع من اجهاض، تمام، هذا الصورة بالشكل هذا، انه صار في هناك حمل لكن صار في عندنا لم يكتمل الحمل بشكل عام، فكان هناك في عندنا نوع من الاجهاض. نو اوف سبرينج، ايش يعني نو اوف سبرينج؟ يعني بعض الاحيان بيجي بحطوا كمان هذه الصورة انه في عندنا نوع من اللي هو عدم الخلفة، اوكي، في هناك ايش عدم الخلفة لكن مش معروف طبعا ايش السبب في هذا الموضوع. بعض الاحيان بكون في عندنا غير هيك، بكون عندي خطين هنا
الموجودات هوريزونتال اللي تحت هذول، بقول لك يعني ممكن يكون عندهم انفيرتيليتي نين هذول، ولكن ممكن يكون معروف السبب. هنا مالتيبل يونيون، تمام، مالتيبل يونيون يعني بيكون في عندنا ارتباط. هذا الارتباط طبعا زي ما احنا شايفين عبارة عن فادر، اوكي، الفادر ممكن يكون عنده ابناء من امهات مختلفة، اللي هو بيكون ارتباط مور ذان وان يونيون مع اللي هو الاب بشكل او باخر. ممكن يكون هذا ارتباط مع الام، نفس القضية، تكون مثلا الام متزوجة قبل هيك وعندها ابناء، وعندها ابناء من زوج اخر، فبيحصل عندنا هذا المفهوم مالتيبل يونيون. اوكي، نيجي نطلع الآن لبرضو مفاهيم أخرى في موضوع الانهيريتنس. في عندنا حاجة اسمها correlation between genotype and phenotype. إنه أنا إيش في عندي في الحالة هذا؟ باجي بقول إنه طبيعة الجينوتيبك problem، تمام، بتعطيني عدة أوجه لموضوع الكلينيكال problem، تمام، بمعنى انه بعض احيان طبيعه التوصيف ممكن تكون على عده اوجه. كيف يعني؟ بيجي بيقول لي عندي هنا في عندنا حاجه اسمها الليل هيتروجينيتي، لوكس هيتروجينيتي، كلينيكال هيتروجينيتي. هذه الامور احنا نعمل يعني تعريف بسيط لهم، بعدين نروح على تيبل عشان يتضح المقال، وبعدين نرجع نوصف ايش الامثله على كل واحد من هذه الاشياء. الليل هيتروجينيتي يعني ان ويتش ديفرنت ميوتيشنز ان اجين مي برودوس ذا سيم فينوتايب. كيف يعني؟ الآن لو أنا جيت نرجع لموضوع البيتا جلوبولين جين، different mutation، يعني أنا البيتا جلوبولين جين في عنا هذا الجين ممكن يحصل عنا mutation في كودون معين، تمام، عمل لي stop، أو كان عندي زي stop كودون. ممكن mutation صارت عندي في وين؟ في عملية السبلايسينج، طفرة، مشكلة في موضوع السبلايسينج ما بين الانترون والإكسون. الآن تعددت الإشكاليات، تمام، أوكي، different mutation in a gene produce same phenotype، إنه هذه تؤدي إلى تلاسيميا اللي ذكرناها في أن أعطتني stop codon على مستوى البيتا جين، وكذلك الأخرى أعطتني كمان اللي هو بيتا تلاسيميا. إذن فهمنا في الموضوع الليل، بمعنى الليلك heterogeneity المقصود هنا عندي إنه أنا الليل اللي جاييني من father صار عنده مثلا منطقة في السبلايسينج، والقليل تاع مدر صار عندنا اللي هو مشكلة في موضوع ستوب كودون، تمام. إذا اختلفت الطفرات، تمام، من قليل إلى آخر، لكن still the problem as the same. Locus heterogeneity in which mutation in different genes may cause the same phenotype. يعني تقدر تقول أنا والله عندي جين مثلا في كروموسوم X problem فيه، وعندي جين فيه كروموسوم واحد، تمام؟ في الآخر أنا هيحصل عندي برودكت، بروتين معين هيصير له بيلدينج. لو بروتين، عفواً، الجين الموجود في كروموسوم إكس صار فيه مشكل، تمام؟ التارجت تاعنا مش هيصير له أوتبوت. وكذلك نفس القضية، إذن ممكن يكون مشكلة في نويتش different genes may cause the same phenotype. يعني لو صار في الجين على كروموسوم واحد هيعطيني مشكلة واي، لو صار في الجيني جين على في كروموسوم اكس برضه حيعطيني مشكله واي. اذا هذا بسموه لوكس الموضوع. كلينيكال اور فينوتيبك هيتروجينيتي ان ويتش ديفرنت ميوتيشنز ان ا جين مي ريزلت ان ديفرنت فينوتايب. بيحصل هذا الكلام ايش يعني؟ نرجع للبيتا جلوبولين جين. البيتا جلوبولين جين ذاكرين ذكرنا انه في عندنا تلاسيميا ممكن تيجي نتيجه اللي هو مشكله في الواحد من هذه الالليلز الموجودة عندي، أو في التو الليلز، no problem. لكن ممكن كان يحصل عند كودون مثلا رقم 6، إذا صار في عندي تبديل لنيوكليوتايد معين وتغير الأمينو أسيد، هيأدي إنه في الآخر يعطيك نوع من أنواع الهيموغلوبين اسمه هيموغلوبين أس، اللي هو بيعطيني مرض اسمه سيكل سيل أنيميا. إذا هنا أعطاني ديزيز آخر، تمام، من وين؟ إنه في نفس الجين وجدت طفرة أثرت على إنتاج أمينو أسيد معين، غير في الهيدروفو فيليسيتي بتاعت البروتين، فعمل لك سيكل سيل أنيميا. وطفرة أخرى على نفس الجين ممكن، تمام،
في موضوع السبلايسنج اند سو اون، صار في عندي مشكله في انتاج بروتين بيتا. اذا هذه هي عباره عن امثله. هذا خلينا نقلنا لا اللي هو التيبل الموجود عندنا، وبعد كده نرجع نطلع على بعض من الامثله في هذا الموضوع على اساس انه تكون الامور بسيطه. عندي هنا في الديفينيشن زي ما احنا شايفين الليل هيتروجينيتي the occurrence of more than one allele at a locus، نفس القضيه عندي two genes في الالفا، عندي 4 الفا 1 الفا 2 الفا 1 الفا 2 تمام، والبيتا نفس القضيه هذا في الالليلز. اللوكس مور ذان 1 لوكس ويز ذا كلينيكال فينوتايب تلاسيميا ريزلت فروم ميوتيشن ان ايدر اوف ذا الفا، كمان شيء ثاني الفا او بيتا تمام في هذا الموضوع. يعني لو صار في التلاسيميا حتصير سواء كان مشكله في الالفا جين او في البيتا جين لوكس مختلف. هذا مثال الكلينيكال فينوتوبيك بيكتشر فينوتوبيك هيتروجينيتي ذا اسوسيشن اوف مور ذان 1 فينوتايب ود ميوتيشن ات ا سنجل لوكس تمام. يعني عندي انا جين بيتا زي ما قلنا ممكن يعطيني سيكل سيل انيميا ينتج من مشكله فيه، او يعطيني بيتا تلاسيميا من مشكله فيه. هاي المقصود في هذا الموضوع. خلينا نحاول احنا نرجع شويه على التفاصيل في بعض من الامثله اللي بتدعم هذا الجانب من الفهم. على السريع بقول لي جينيتيك هيتروجينيتي اوكي، بقول لي هذا التصوير تصور عام is a phenomena in which a single phenotype or genetic disorder may be caused by any of the one. الكلام اللي احنا طبعا ذكرنا يعني عبارة عن توصيف ليس الا الكلام اللي ذكرنا. هنحاول ندخل على الامثلة في هذا الموضوع. locus heterogeneity where any mutation in different loci completely unrelated genes can cause the same disorder. واضح تمام. more than one locus زي ما ذكرنا في الالفا والبيتا. هنا بيقول لي في عنا مثال اخر تمام locus heterogeneity له علاقه في retinitis pigmentosa تمام، له علاقه مشكله في الريتنا، نوع من انواع الكانسر في الريتنا بيعمل لي مشكله في الفيجن في موضوع الفوتو ريسبتور ديجنريشن بتصير في الفوتو ريسبتورز اللي بتستقبل الاشعه الضوء تمام، انه في عندي مشكله في بيجمنتيشن بتاعت اللي هو الموجود عندي في الريتنا تمام. الان هذه المشكله هنا نوسع الحدث انه نون تو اوكير از اوتوسومال دومينانت اور اوتوسومال ريسيسيف اور اكس لينكد فورم. يعني ممكن يحصل عندي المشكل انه يكون عندي مشكله اوتوسومال دومينانت على كروموسوم معين من الكروموسومات الاوتوسومال، او اوتوسومال ريسيسيف عند كروموسوم اخر في مشكله ريسيسيف عند جين معين، او يحصل عندي اكس لينك فورم. اذا هذا اللوكس سواء كان هنا او هنا او هنا تمام بيعرف انه بيعطي عندي ايش، بيعطيني اللي هو ريتينايتس بيجمنتوزا. اكزامبل ثاني في مرض اخر تمام انه بصير عندنا ديفكت في الكونكتيف تيشيو تمام، بتصير فيها نوع من الفراجيليتي اكثر، وهذا الكلام له مشكله في الكولاجين، الكولاجين ستراكشر ممكن يكون برضه ناتج من عده بروبلمز معينه لسيرتين جينز من خلال اوتوسومال دومينانت بروبلم، اوتوسومال ريسيسيف بروبلم اور اكس لينك بروبلم. بقول لي اتليست 10 لوكاي انفولد في هذا الموضوع. الليلك هيتروجينيتي الليلك هيتروجينيتي وير ديفرنت ميوتيشن ان ذا سيم سنجل جين اللي ذكرناه برودوس ايدنتيكال ديس اوردر في هذا الموضوع. هنا ات ا جيفن لوكس دي مي بي سيفيرال اور ماني ميوتيشن زي البيتا تلاسيميا، قلنا في عندنا بيتا تلاسيميا ممكن يحصل فيها هذا الكلام، يكون عندي اكثر من تو الليلز فيهم بروبلم وفي الاخر يعطوني بيتا تلاسيميا. ممكن يكون كمان عندنا مشاكل على مستوى سيستيك فايبروسيس، تقريبا بيصل ل 1400 ديفرنت ميوتيشن وفي الاخر ممكن يعطوك ايش اللي هو سيستيك فايبروسيس تمام، انه في عندنا مشاكل معينه لها دخل في الترانس ممبرين كوندكتانس ريجوليتري جينز في البيشنت اللي عندهم اللي هو سيستيك فايبروسيس. هذا مثال كلينيكال فينوتيبيك هيتروجينيتي
This is an extreme example of how different mutation in the same gene can cause this divergent اللي هو phenotypic. إيش حكينا في البيتا تلاسيميا؟ قلنا أنا نفس الجين لكن انضربت في كودون 6 صار في عندي مشكلة في نيوكليوتايد غير الأمينو أسيد أعطينا سيكل سيل أنيميا. إذا الكلينيكال بيكتشر اختلفت عن الكلينيكال بيكتشر لو كان عندي تلاسيميا على نفس المشكلة في الجين. هنا نفس القضية بقول لي في عندي ريت جين هو عبارة عن بروتو أونكوجين بيساعد في بناء الريسبتور بتاع التيروسين كينيز. تمام؟ اوكي اذا هذا بيساعد في موضوع الانكودينج بتاعت الريسبتور تيروسين كينيز. اذا حصلت فينا ميوتيشن تمام في معين ممكن في الكولون بيعطيني كولون جانجليا اللي هو ديفكت في الكولونيك موتيليتي. تمام انه دائما في عندي مشكله في حركه الكولون ممكن يؤدي دائما في عندنا يكون كونستيبيشن نوع من الامساكات نتيجه اللي هو هذه المشكله في هذا الجين. هم كان على مستوى القولون في ديزيز بسموه هيرش برانج ديزيز. في عندنا اذر ميوتيشن ان ذا سيم جين لو كان هذا الميوتيشن موجود في سيم جين تمام نفس الجين تمام ريزلت ان اب ريجوليتد هايبر فانكشن اوف ذا كاينيز دومينانتلي انهيرتد كانسر اوف تايرويد اند ادرينال جلاند. ايش بقول لي؟ بقول لي لو كان هذا الجين موجود في الادرينال جلاند تمام ممكن يؤدي سواء كان في التايرويد او في الادرينال جلاند بيعمل لي هايبر فانكشنينج عندهم. تمام اذا تحس انه صار في عنا نوع من الكانسر بروبلم زاد عنا اذا اي ديفكت في هذا الجين اعطى بروبابيليتي انه يصير في عندي كانسر. قبل هيك بروبلم على مستوى الكولون اعطى بروبابيليتي يعني بروبابيليتي انه يعطيني اللي هو كولونيك جانجليا. الان بيحكي لي الثيرد جروب مثلا نفس المشكل في الجين ممكن يكون في موقع معين في الجين نفسه مسؤول عن الـ RET جين بوت يعني انه ممكن يحصل شخص معين عنده هذا الجين مضروب في داخل الكولون او عنده مضروب الجين. طبعا هو اكيد ما دام مضروب عندنا inherited في داخل الجين بتاع اللي موجود في كولوريكتال اريا في الكولون سيل تمام وكذلك موجود في الادرينال جلاند سواء كان في عفوا في تايرويد جلاند او في الادرينال جلاند. فممكن الشخص نفسه يكون عنده تايرويد وادرينال جلاند بروبلم تمام از ويل از عنده اللي هو كولونيك جانجليا اللي هو المرض اللي قلنا عنه الهيرش برانج ديزيز. تمام اذا هذه عباره عن اوجه لا العلاقة ما بين الجينيتيك أو الهيتروجينيتي تمام والعلاقة ما بين الفينوتوبيك بيكتشر والجينوتوبيك بيكتشر الموجودة عنا. في عنا حاجة أخرى عفوا مصطلح آخر هذا المصطلح اسمه compound heterozygosity سهل. إيش يعني have two different mutations mutant alleles of the same gene rather than one normal and one mutant. يعني بس صار عندي انه والله انا عندي مشكله تلاسيميا انا عندي كومباوند هيتروزايجوسيتي يعني عندي طفرتين مختلفتين في تو alleles تمام وهذا في الاخر اعطاني مشكله على مستوى الكلينيكال بيكتشر. تمام هذا بينقلنا لحديث الان على طبيعة المود اوف انهيرتنس اللي احنا بنعيشها. هذه عبارة عن يعني مقدمات وتعريفات بتفيدنا في ان نكون عارفين ايش المصطلحات لهذا الفيلد من الميديكال جينيتك. المود اوف انهيرتنس ان جنرال بشكل عام اللي احنا بنعيشه تمام في موضوع البروبلم سواء كان inherited عفوا heritable birth defect سواء كان مشاكل في الأجنة في الولادة تمام أو مثلا مش ملاش علاقة في birth defect later on على سبيل المثال إنه ممكن تكون العملية genetics وممكن تكون العملية مش genetics. تمام على مستوى genetics ممكن تكون single gene disorder إذا لابد ندرس إحنا single gene disorder. في عنا ممكن يكون كروموسومال anomaly مشاكل في الكروموسوم فيه صار شورتج الكروموسوم صار عنده مشكلة في كورسينج اوفر
هومولوجس لازم يكون، لكن صار عندي نون هومولوجس كروسنج ضيعت هذه الكروسنج اوفر المش صحيحه، اعدمت جينات معينه. في عندنا كمان مشكله مالتي فاكتوريال انهيريتنس، انه في عندنا مور ذان وان جين ار انفولد تمام في اللي هو مين الكاركتر او الفينوتايب بيكتشر. في عندنا نون كلاسيكال انهيريتنس، انه انهيريتنس ما كانش يعني بدرجه اساسيه الاخرى، يكون عندنا كيف يعني شيء صار عندي نوع من السبوراديك تمام، وصارت عندنا مشاكل انهيريتنس يعني ما فيش لها امتداد على مستوى جينيريشن سابق. في عندنا كانسر طبعا جينيتكس، وهذا الكانسر جينيتكس حنتحدث عنه ان شاء الله بالتفصيل، ايش طبيعه الجينز الممكن يكونوا بالفعل صمام امان للخليه يصير فيهم ديسفانكشن زي التيومر سبريسور جين والبروتو اونكو جين. كمان بقول لي انا ممكن تكون النون هيريتابل ديفكت سواء كان على مستوى البيرت او ادرز انفايرومنتال، انه يكون عندي مثلا بسموه انفايرومنتال تيراتوجينز اللي هو كيميكال او بيولوجيكال او فيزيكال ايجنت، يعني بسموه ابيجينيتكس تمام تمام، اللي هي اوجدت لي مشكله انه انت يصير عندك بيرت ديفكت او يصير عندك اي بروبلم. بقول لي الباترنز اوف سنجل جين ديس اوردر ديبند اون تو فاكتورز. طبعا انت اذا بتيجي تعمل تقييم حتقيم من وجهين، الوجه الاولى انه يكون عندنا الجين ممكن يكون اوتوسومال اور سكس لينك تمام، والشغله الثانيه انه يكون عندي الفينوتايب يا اما تكون دوميننت او ريسيسيف. اذا نفهم انه السنجل جين ديس اوردر هي تاخذ وجهين، يا اما اوتوسومال بروبلم انهيرتنس يا إما six length problem inheritance. الشغلة الثانية يا إما تكون في صيغة dominant problem يا إما تكون في صيغة على هيئة recessive problem. How single gene disease differ from other disease؟ وهذا single gene disease differ from other disease طبعا أكيد ممكن نلاحظه، بقول لي risk can be predicted for family members من خلال نظرتنا للأشخاص اللي في العائلة. Predictive testing may be possible، نقدر يعني نتنبأ. واللي بعض من ال different populations may have different characteristics disease frequency، يعني اللي هو قديش حدود في العائلة بيعطي شعار دائما انه ممكن يكون احنا single gene disorder عنا. single gene disorder زي ما قلنا في الاول risk can be protected يعني في من الفاميلي member نقدر نعطي شعار تمام انه هذا single gene disorder. testing كمان بيعطي شعار. الفريكوانسي بتاعت البروبلم برضو بيعطي شعار، والكوركشن تاعت السنجل جين ديس اوردر يوجوالي، اولش نقول يوجوالي ممكن يصير بعض احيان كوركشن لها على مستوى الابنورماليتي بتاعتها. اذا بقول لي هذه الباترنز عباره عن فور باترنز سنجل جين ديس اوردر، اوتوسومال ريسيسيف، اوتوسومال دوميننت، اكس لينك ريسيسيف، واكس لينك طبعا انهيرتنس. single gene disorder هنا عبارة عن تقييم قديش بصير نسبته في البوبوليشن، طلع عليه في تمام، وكيف ممكن بصير نسبة بعد البرودكتيف بعد البلوغ، والدومينانت والريسيسيف ميكانيزم. الدومينانت والريسيسيف ميكانيزم ممكن يؤدي عندنا يكون يا اما loss of function يا اما يكون عندي ايش gain of function. loss of function usually recessive mutation leads to an active gene. اوكي يعني ممكن يكون في الريسيسيف ميوتيشن بعض الاحيان بيكون في عندي طبعا نقص، لكن النقص ما دمرش الفانكشن، ضايل عندي مثلا الليل اخر بيأدي الدور ممكن يحصل عندنا، فبقلل الاكتيفيتي ممكن يحصل في حاله ما بيكون واحد من الليلز، او بصير عندي دو هابلو انسفيشنسي. في حاله ما بيكون عندي مثلا
دوميننت بروبلم ممكن يكون عندي هابلو انشفيسانسي اذا كان بالفعل جين مهم يكون عندي 2 أليلز شغالين. اذا كان في عندي 1 أليل معناته هذا حيأثر على موضوع الفينوتوبيك بيكتشر. زي ما قلنا انه احنا انا في عايز كاينيز معين، انا عايز ريسبتور بكميه معينه، فاي مشكله هنا على مستوى الدوميننت حيعمل تاثير على الفانكشن. على مستوى يعني طبعا قليل واحد، اما على مستوى الريسيسيف قليل واحد مضروب للي الثاني اوكي، لازم يكون عندي التو قليلز يعني فيهم بروبلم. جين اوف فانكشن نوفل اكشن، بعض احيان ممكن يحصل عندي انه الاوتبوت اعطاني بروتين ممكن يزود، عفوا بروتين له اكتيفيتي اقل او اكثر، ممكن يعني اثر على الفانكشن بزياده فانكشن او فانكشن اخرى، ممكن يصير عندنا هذا الامر. انه يحصل عندنا زي موضوع الهانتينغتون ديزيز، زي ما حصل في موضوع الجلوتامين بولي جلوتامين، هذه من ضمن المشاكل، بس هذه لها دخل في الاكس لينك. كمان عندنا بعض احيان دوميننت نيجاتيف ابنورمال فانكشن. ايش يعني؟ في موضوع الدوميننسي بيحصل عندنا زي موضوع الكولاجين في مرض اسمه أستيوجينيسيس إمبرفكتيا. هذا المرض بكون في عنا مشكلة في وين في ال عفوا في الكولاجين، مما يؤدي إنه يصير عندها البون يكون عبارة عن إيش، في بروبلم من ناحية فراجيليتي، يعني في عنا فراجيليتي تاعت البون بتكون موجودة، إن البون بكون هش لأي تعرض لأي احتكاك ممكن يكسر البون. وهذا كمان من وين أجانا؟ أجل طبعا في ديزيز اسمه أستيوجينيسيس إمبرفكتيا، من خلال صار في عندنا هناك كوانتيتي بروبلم في موضوع الكولاجين. هذه من ضمن الأشياء. إذا هنا عبارة عن أوجه للفقدان للفانكشن بشكل عام. بيجي بيقول لي على هذا الشكل نطلع عليه، وبعد هيك ندخل على اللي هو الأوتوسومال ريسيسيف بروبلم. في هذا الموضوع زي ما احنا شايفين هنا، إذا بتلاحظ عنا، إذا كان أنا بدي أوصف هذا التوصيف بقدر أقول إنه أنا في عندي اعتبر هنا بروتين إكس. البروتين إكس الآن موجود عندي بكوانتيتي معينة، إذا الأكتيفيتي بتاعته ما شاء الله عدت اللي هو مرحلة النقص وماشي أمورها. الآن في حالة ما يكون التو أليل سليمين، لو عندي واحد من الأليل للبروتين واحد عفوا، احنا في الحاله هذه ايش صار في عندنا؟ انه الكوانتيتي قلت. تمام، الكوانتيتي ايش قلت؟ لما بقول انا عندي الكوانتيتي قلت، تمام، اذا معناته انا الاكتيفيتي تاعت البروتين اكيد ما وصلتش للحد المطلوب. اذا هذا لو كان عندي انا على سبيل المثال اللي هو عباره عن دوميننت بروبلم، ها اذا معناته حتكون عندي هذا المنطق موجود. لكن لو كان انا عندي هذا ريسيسيف بروبلم، ها تمام، هنا بعرف انه الاكتيفيتي بامكان اعملها لاني ما زلت انا على الليمت المقبول. تمام، اذا هنا الفرق ما بين هنا وما بين ايش، هنا عندنا اي بلس، اي كابيتال اي سمول، بي كابيتال بي سمول، لكن بالشكل هذا لوك لايك انه المشكله هنا عباره عن ريسيسيف، هنا عباره عن دوميننت. تمام، الآن في موضوع الريسيسيف هنا عفوا لو كان التنين ضايعين معناته هو ممكن يؤدي ان نموت اذا كان مفهومنا للدوميننت، هوموزايغوس بروبلم دوميننت، هنا هيتروزايغوس. تمام، هنا نفس القضية، اذا كان عندي بحكي على بروتين 2 من ناحية الاوتوسومال ريسيسيف معناته ما فيش عندي بروتين بشكل او باخر ممكن يؤدي مشكلة في الفانكشن، لكن تصور ان هنا كمان 2 أليلز ونشاط 100% والامور تمام. هذا بالنسبة طبعا هنا ذاكر الانزيم اكتيفيتي الموجود عندنا. تمام، في الاوتوسومال دوميننت والاوتوسومال ريسيف المفهوم بتاعه كيف الاكتيفيتي هنا لو كان مسؤول عن البروبلم دوميننسي، وكيف لو كان عندي المسؤول عن البروبلم ريسيسيف في هذا الموضوع سواء كان الانزيم 1 وانزيم 2. هيك ان شاء الله بنكون انهينا هذه المحاضرة. المرة القادمة ان شاء الله نتحدث على صيغ
الاوتوسومال بروبلم من ناحيه ريسيسيف ودوميننت، وكذلك على السكس لينك ريسيسيف ودوميننت ان شاء الله ليتر اون. والسلام عليكم.